والواحد ما كانش عايز يخلص الحدوته الاولانيه لان فيها تفاصيل ممتعه جدا. نروح للحدوته الاهم والاكبر في تاريخك، انتقالك للنادي الاهلي. اول يوم تدريب مين الفترة دي كلمك الاول؟ اللي كان ماسك النادي ساعتها كان كابتن حسام بدري. أول يوم كان كان طبعا مبسوط جدا وفي نفس الوقت مخضوض. كنت طبعا ساعتها عندي 21 سنة، فإن أنت تروح مكان كبير زي النادي الأهلي وأنت 21 سنة، حسيت ساعتها فعلا إن الدنيا بدأت تضحك لك. إن أنت مع احترامي طبعا نادي الزمالك، إن أنت ربنا يعني ياخدك من هنا لهنا، حسيت ان انت ساعتها يا كابتن شادي دي حاجات من عند ربنا، حاجه من بدون عند ربنا تفاصيل بالظبط. يعني انت خلاص، انا كنت بنسبه 90% راح نادي الزمالك والموضوع خلاص، مره واحده تروح النادي الاهلي، فدي تدابير من عند ربنا طبعا. فالحمد لله طبعا اللي الواحد موجود في النادي الاهلي، مبسوط طبعا جدا ان انا موجود في الكيان ده. يعني رحت تتش التدريب، دخلت من انهي بواب؟ دخلت من البوابه اللي هي في وش الاوبرا اللي في النص بتاعت الملعب السله، ايوه صح بالظبط كده؟ اللي عند يبقى السله، ركنت في الاوبرا. ركنت في الاوبرا. تمام. كان ساعتها ما كنتش اعرف كنتش اعرف حاجه لسه، ما كنتش اعرف ان الباركينج ما في باركينج في النادي كده، من ورا. ما كنتش اعرف طبعا. دخلت الاوبرا وركنت، بعد كده عرفت ان في جراج في النادي، بقيت اركن في الجراج. مين استقبلك بقى اول حد في غرفه اللبس او اوضه اللبس؟ كان ساعتها كان ايمن اشرف استقبلني وكابتن حسام عاشور والسوليه، كان في كذا لعيب قالوا وسام لك ايه محارب. بقى؟ ايه قالوا لك ايه؟ طبعا احنا اللي بيحصل اللي حصل معايا زي ما انا موجود دلوقتي بيحصل مع اي لعيب جديد بيخش لنا. بيستقبلوني بصراحه وكلهم اتمنوا لي التوفيق وشد حيلك وربنا معاك، والكلام اللي هو الطبيعي يعني بتاع اي لعيب بيجي النادي يعني جديد. الخضة اخذت معاك قد ايه؟ لا يعني فترة، يعني مثلا قعدت بتاع أسبوع كده ولا حاجة، تحس إن أنت مش مصدق إن أنت موجود في المكان ده. كان وقتها مين مدير كورة؟ كان كابتن سيد. كابتن سيد عبد الحفيظ؟ كابتن سيد ما كان موجود. قال لك إيه بقى كابتن سيد؟ كابتن سيد اتكلم معايا وكابتن حسين نفسه اتكلم معايا، أنا جايبك على قناعة تامة وشد حيلك، أنت لسه صغير، اتمرن كويس وإن شاء الله تاخد فرصة في أقرب وقت. بعد لما الخبر خلاص انتشر بقى اللي محمد شريف راح النادي الأهلي، جالك اي تليفونات تاني لنادي الزمالك؟ مش جالي انا بس، جالي كابتن تامر. كابتن تامر كمان كان كلمني وقال لي نادي الزمالك عرض عليا فلوس اكتر. قلت له لا يا كابتن خلاص، انا رايح النادي الاهلي. ازاي؟ ما هو الناس بتقول، الناس الجيل الجديد ده كله بيفكر في الفلوس، ليه ما عملتش كده؟ لا انا النادي الاهلي عندي، انا اصلا اهلاوي من صغري، اهلاوي جدا يعني فاهم. فالناس كانت مفكره شويه ان انا زملكاوي لما مضيت في نادي الزمالك. لا هو انا كان جاي لي الزمالك بس، فطبعا انت كلاعب برضو ما بيجي لك نادي، طبعا نادي الزمالك نادي كبير، فلما جاي لي وانا لسه صغير، فطبعا كنت مبسوط يعني، ما كنتش طبعا زعلان يعني. لما دخل في مفاوضات النادي الاهلي، انا كنت حابب ان انا بكون موجود في النادي الاهلي يعني. طيب هرجع بقى للقصه بتاعت اخدت مباريات امتى، اول مباراه ليك مع النادي الاهلي، مشيت ليه ورجعت ليه، كل ده عايزين نعرفه، بس عايزك تقول الو.